احنا بنتكلم النهاردة عشان ده يتنفذ على الارض وعشان نقدر نتحرك لقدام، احنا بنتكلم على امور كمان تنظيمية مختلفة جدا. بنتكلم على امور لابد من احنا نستثمر، وده هيحصل وخدنا عليه يعني دراسات كافية وجاهزين بيه. احنا محتاجين نستثمر في اهم حاجة في المنظومة، هو العنصر البشري في مصلحة الضرائب اللي احنا هنحملهم هذه يعني الالتزامات الكبيرة. محتاجين كمان نضمن ان احنا بنستثمر فيهم وداعمين ليهم ونديهم منظومة افضل للإسابة والحوافز، وكمان تكون مرتبطة بمؤشرات لقياس الأداء واضحة جدا، مرتبطة بخدمة للممول. احنا عايزين نقدم حوافز جيدة جدا لما المأمور او المصلحة ترد الضريبة، ولما تقدر تعمل نظام مناقصة مركزي وتسهل الامور، لما النهاردة تخلص بعض المشاكل. كل الامور دي هيتم قياسها وهيتم العمل على وضع منظومة حوافز جيدة جدا ومنظومة متابعة جيدة جدا تضمن ان ده بيحصل على الارض ويبقى فيها متابعة. طالما احنا جادين هننجح، احنا مش بنعمل هذا الاصلاح الا واحنا مؤمنين تماما انه في صالح الجميع، في صالح الممول والمستثمر، وفي صالح الدولة، وفي صالح مصلحة الضرائب ووزارة المالية. ده امور كلها احنا مع بعض، زي ما قلنا لو بصينا للامر ان احنا شركاء هيختلف الامر تماما تماما في هذا الامر. في امور كثيرة اخرى تنظيمية برضو يعني ممكن نوجزها سريعا لغاية ما نبتدي نشرحها بالتفاصيل خلال الايام القادمة. زي ما قلنا احنا النهاردة سواء المأموريات نفسها وتنظيم العمل، سواء الإدارات اللي هننشئها، سواء الرأي المسبق، سواء إدارات دعم المستثمرين، حتى موقع المواقع الإلكترونية ومراكز الدعم الفني هيبقى فيها تطوير كبير جدا وهيبقى فيها مساندة كبيرة جدا برضو بغرض التيسير والتسهيل والتوضيح للممول على كثير من الأمور المهمة جدا جدا اللي ضروري أنه يقوم بيها. وزي ما قلت أهم حاجة في هذا الأمر أو من الأمور العوامل الرئيسية للنجاح هو ببساطة حضراتكم، الإعلام والتواصل والتوضيح، لأنه في الآخر احنا عايزين نبقى بنوصل هذه الامتيازات والتسهيلات للناس بوضوح، فيعرفوا أنها موجودة ونقدر مع بعض نوصل لهم أن هم يقدروا يستفيدوا منها بوضوح. أنا يعني في الختام عايز أؤكد على أن احنا كفريق جاهزين تماما لشرح كثير من الامور الاسابيع القادمه، وان احنا هناخد هذه الامور بدقه جدا. زي ما قلت في كثير من الافكار وكثير من خلاص الامور الجاهزه، ازاي نقفل كل الملفات المتراكمه وازاي نقدر نفتح صفحه جديده. هناخد وقتنا في الشرح وفي توصيل المعلومه وكمان في الاستماع لاي مقترحات اضافيه، وبإذن الله ده يساعدنا كلنا ان احنا ان شاء الله في المرحلة الاولى دي وفي الحزمة الاولى، وانا بأكد مرة اخرى انها الحزمة الاولى وليس الاخيرة، ان احنا نقدر نعمل نتائج كبيرة ملموسة تعالج كتير من القضايا والاعباء اللي كانت متراكمة او النزاعات والخلافات، وكمان تفتح لنا صفحة جديدة وتخلينا نقدر نتوسع في القاعدة الضريبية. وربنا يوفقنا كلنا، وان شاء الله بإذن الله يبقى فترة افضل الفترة القادمة.